تمام؟ سعيدة بشفتكم إن شاء الله، إن شاء الله تكون الهيماتولوجي يونت عليكم سوفت، زين؟ بس أهم شيء أريد منكم شوية الانتباه، محاضرات جدا سهلة، جدا بسيطة، ما بيها فد كومبليكيشن وما بيها تعقيدات، بس شوية الانتباه والتواصل، بالنسبة لنا إحنا وياكم إن شاء الله، أي سؤال، أي استفسار تقدرون تتواصلون ويانا على الخاص، أني تايم، يو آر ويلكم. أوكي؟ نبدأ؟ هيماتولوجي، شنو الهيماتولوجي؟ أنا ليش دا أدرس الهيماتولوجي يونت؟ عندي البلاد، البلاد it is a type of connective tissue. أكيد البارحة أخذت الفيزيولوجي، تمام؟ البلاد هو connective tissue، يعني يتكون البلاد؟ has two major components، has cellular component and has fluidic component. الفلويدك اللي هي البلازما، حاوية على البروتينز، المونوغلوبينز، وياي coagulation factor. صوت واضح يمكن؟ هسه وياي انتو؟ متريقين زين؟ يلا تمام. فأني عندي البلاد هسه هذه كبداية، البلاد هو بي فلويدك كومبوننت بي سيلولار كومبوننت، سيلولار كومبوننت هي الار بي سي، الوايت بي سي، البليتلت. ليش دا ادرسهم؟ يعني من اعرف النورمال اكيد راح بعدين اقدر اعرف الباثولوجي، من عندي باثولوجي اني يعني اعرف النورمال ستركتشر، اعرف النورمال فيزيولوجي، بيجي حاله راح اربطه ويا الباثولوجي. كل انتيتي من هذه اللي اخذناها قلنا السيلولر والفلويدك كومبوننت راح ندرسهم كفيزيولوجي، وكل واحد منهم راح ناخذه كباثولوجي. Everything related to the RBC disorder راح ناخذها بتفاصيلها، الوايت بي سي disorder راح ناخذها بتفاصيلها، البليتلت disorder اللي سبب لنا بليدنج تندنسي راح ناخذها بتفاصيلها، تمام؟ حتى البلازما كومبوننت كوبيليشن فاكتور بعدين بليدنج تندنسي اللي ريليتد انهيرتد واكوايرد راح ناخذها الى اخره. البلاد ترانزفيوجن والكومبليكيشن، اذا انت لازم تعرف الفيزيولوجي حتى بعدين تربطه ويا الباثولوجي. واضح؟ زين، البارحه شو اخذتوا بالفيزيولوجي؟ اخذتوا الكلاسيفيكيشن اوف انيميا؟ تمام؟ نعم؟ زين، ارثروبويسيس، المايلوبويسيس ما اخذتوا، بس الارثروبويسيس. تمام، زين. اخذتوا الهيموجلوبين، شنو الهيموجلوبين؟ منين يتكون الهيموجلوبين؟ شنو الهيموجلوبين؟ حد يقدر يقول لي؟ اخذتوا التايبس اوف هيموجلوبين. زين. شنو هو الهيموجلوبين؟ من يقدر يقول لي؟ الهيموجلوبين عباره عن بروتين. زين. والتو من اربع وحدات سب يونت اللي هي الجلوبين. زين. اربع وحدات من الجلوبين. زين. وثلاث راح موجود الهيم اللي يحمل الحديد. تمام. هيم جلوبين. هيم جلوبين. هيم از كومبوز اوف هيم اند جلوبين. تمام؟ جلوبين هو بروتين كومبوز اوف امينو اسيد. اوكي؟ الهيم منين جاي؟ الهيم جاي ايرون بلس بروتوبورفرين. ليش دا اعرفها؟ دا اعرف هذا الشيء، انا لازم مثل ما قلت لكم اعرف النورمال ستراكشر اوف هيموجلوبين، اي ديفكت، عندي ديفكت بالايرون صارت عندي ايرون ديفشنسي انيميا. تمام؟ صار عندي ديفكت بالبروتوبورفرين صار عندي سيدروبلاستيك انيميا، الى اخره، صار عندي مشكله بالجلوبين تشين صارت عندي الهيموجلوبين وباثي، ثلاسيميا جماعتها السكل الى اخره. واضحه؟ اذا جدا مهم تعرف النورمال فيزيولوجي، الهيموجلوبين از كومبوز اوف هيم اند جلوبين، هيم It's composed of iron and protoporphyrin. The globin هو عبارة عن protein composed of sequence of amino acid. تمام؟ هسه اليوم احنا محاضرتنا اللي هي genetic control of globin chain synthesis, genetic control of globin chain synthesis, thalassemia and other form of hemoglobinopathy. قلنا احنا لازم نعرف الجلوبين تشين لان هو اي ديفكت بالجلوبين تشين ديو تو ميوتيشن، وهي اكيد ديو تو ميوتيشن راح يسبب لي هيموجلوبينوباثي بانواع اللي هي الثلاسيميا. طبعا الهيموجلوبينوباثي هي فد انتيتي عريضه طويله، عندي هوايه، عندي الثلاسيميا فوق الدم البحر المتوسط، عندي فوق الدم المنجلي، عندي هيموجلوبين سي، دي بنجاب، اي، او ارب الى اخره. اللي اريد منك تعرفه انت كطالب اندر جراجويت ثلاسيميا سيكل سيل انيميا. انتهت. كنظري كأسي وكذلك بالمختبر، احنا البارحه اخذنا مختبر. طلابي الاخير بلا كلام رجع. سباق. زين؟ فاخذنا البارحه بالمختبر شنو ايضا؟ شرحنا، شرحنا فقط الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا. الامور الباقيه هذه كبوست جراجويت احنا ما راح ندخلكم بها. اريد منك تعرف الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا، واضح؟ زين. شنو الاوبجيكتيف من محاضرتنا؟ الاوبجيكتيف باي ذا اند اوف ذيس
type and pathophysiology of thalassemia, laboratory finding in thalassemia, pathophysiology of sickle cell anemia. Lastly, types of crisis and laboratory evaluation of sickle cell disease. إذا نلف وندور على الثلاسيميا والسيكل سيل أنيميا، هذا المطلوب منكم. قلنا normal adult blood contain three types of hemoglobin. طبعا الهيموغلوبين هو be many types in all life periods. The embryonic life we have embryonic hemoglobin اللي هو أيضا be many types مثل جاور 1, جاور 2, بورتلاند. نعم أكو أحد استفسار أو كل شيء لا اسمعوا؟ نعم. عندنا بالفيتال لايف عندنا الفيت من اسمه فيتال لايف عند الفيتال هيموجلوبين هذا من اللي يتحكم بيه؟ يتحكم بيه الامينو اسيد اللي تكون الجلوبين تشين كل واحد له فد امينو اسيد سيكونس وتايب اوف جلوبين تشين تمام؟ عند الادلت كم تايب اوف هيموجلوبين بالادلت؟ اللي هم فيتال هيموجلوبين مكون من ما تقول لي فيتال تقول لي ادلت هيموجلوبين لانه هو البريدومينانت تايب بالادلت لايف اللي هو الاف في اي هو الهيموجلوبين اي نعم دي اف بي ان بيتا عشان ايدك عندي اي 2 هذا تكون 6 2.5% او 3.5% from 1.5 to 3.5 2 الفا لازم اعرف النورمال لانه اي ديفكت بالبرسنتج اوف هيموجلوبين راح يسوي لي فد مشكله هيموجلوبين اي 2 من نسبته تعبر 3.5% البارحه قلنا بالمختبر ايش قلنا؟ هيموجلوبين اي 2 طلاب المختبر البارحه هيموجلوبين اي 2 اكثر من 3.5% شنو التشخيص؟ ماينر لذا ثلاثمية ريت اذا لذلك انا لازم اعرف النورمال اذا الهيموجلوبين اي ات از ذا بريدومينانت تايب ان ذا ادلت زين هيموجلوبين اي 2 موجود عندي بنسبه 1.5 إلى 3.5% اذا اكثر من 3.5% ات از ا كيس اوف بيتا ثلاثمية ريت ات ا كيس اوف بيتا ثلاثمية ريت الاف بالادلت not exceed 1% يبدي من نص الى 1% اذا اكثر اكيد عندي في الباثولوجي يصعد عندي بهواي امور من ضمنها البيتا ثلاثيميا ميجر بس يصعد يصعد عندي صعود خيالي greatly increase بالبيتا ثلاثيميا ميجر واحد حتى الان فيتال هيموجلوبين فيتال هيموجلوبين it is normal present in the beta light composed of 2 alpha chain of 2 gamma chain واحد حتى الان بس قلنا اكو عندي امبريونيك هيموجلوبين عندي فيتا هيموجلوبين عندي ادلت هيموجلوبين ادلت بعنوان زين هسه عندي جينز كنترولينج الجلوبين تشين سنتسيس كل بروتين ان ماي بودي لازم اكو في الجين يسوي كنترولينج اتس سنتسيس يسوي ريجوليشن اوف اتس سنتسيس الجلوبين تشين من يسيطر عليها وي هاف تو كلاستر اوف جين ذات ريجوليت جلوبين تشين سنتسيس طبعا هما تو مين كلاستر زين انا عندي فد اديشنال تو كلاستر اللي هما خلينا نقول ماينر كلاستر الميجر هما منو؟ الفا جين كلاستر اللي موجود على الكروموسوم كروموسوم 16 اي هاف تو جين كلاستر يعني تو بيرز يعني تو الفا على الكروموسوم واحد 16 والثاني هم عليه تو البيتا عندها بس 1 بير تو واضحه؟ لذلك الالفا ثلاسيميا ما عندها اربع جين فعندها هواي انتيتي اوف ديزيز اذا واحد جين انضرب او تو جينز اقول عليها ثريت اذا ثلاثه تسوي لي هيموجلوبين اتش ديزيز اللي هو تايب اوف ثلاسيميا انترميديت جين الثلاسيميا انترميديت يعني انترميديت سايد اند سيمبتوم ديبندينج اون كلينيكال فيتشر اذا اول نعم تفضل اذا فور جينز فور الفا جينز انفولد هذا بعد هايبوكس فيتاليس تول داي ايفن سمتايمز ان يوترو واضحه؟ بس اذا انا عندي تو تايبس تو كلاسترز اوف جينز ذات ريجوليت الجلوبين تشين سنتسيس الفا جين كلاستر موجود على الكروموسوم 16 تحتوي لنا تو الفا جين اون ايتش كروموسوم اذا عندي اربعه جينز فور الفا تشين زين بيتا جين كلاستر موجود على الكروموسوم 11 اللي هي تحتوي 1 جين اون ايتش كروموسوم سو بيتا تشين هاز تو جين اون بالاضافه للالفا والبيتا there are also other alpha like gene and beta like genes that are present in the cluster for example in the gamma gene in the beta cluster or sigma gene in the alpha gene cluster تمام هذا فتيجي مخطط بسيط عندي تترب فوق من 5 برايم الى 3 برايم او سي ار بتشوفوها بالمحاضره مالتكم لو كوست كنترول ريجن لو كوست كنترول ريجن which is the region responsible for regulation of
بيتا جلوبين جين سنتسس، بينما الجوا اللي هي اتش اس 40 هيستون 40 اللي هي مسؤوله عن ريجليشن كيزوجيناتري ريجن فور الفا جلوبين. مثل ما تشوفون بالسترب الاول اكو ابسيلون لايك وجوا اكو سيجما لايك. كل جين كل بروتين ماي بادي لازم اخذ جين يسوي كنترولينج فور اتس سنتسس. الالفا جلوبين منو المسؤول عنه؟ لوكس كنترول ريجن، لوكس كنترول ريجن اللي هو موجود قلنا على الكروموسوم 16 يسوي لنا ريجوليشن مسؤوله عن تنظيم السنتسس اوف ذس جلوبين الف بيتا جلوبين. تمام؟ الالفا منو؟ هيستون 40 اتش اس 40. هذه المنطقه بالضبط بالتحديد مسؤوله عن كنترولينج اوف الفا جلوبين تشين سنتسس. واضح؟ لوكس كنترول ريجن للبيتا على كروموسوم 16 وال هيستون 40 الفا جلوبين تشين سنتسس على الكروموسوم. تعرف واضح؟ طلاب افضل الاسئله تكتبوها على صفحه امل هاي تتطاول لانه وقت عندنا محدود. تفضل. ليش التاخير؟ دكتورة كنا منتظرين نسعر بس ما جاوا جواهر الصديقات ناخذوها. تفضل. زين، هذا من يكون في الاطلاع عندنا الامبريوم هيموجلوبين عندنا فيتاس واداء. الامبريوم نحكي انه جاور 1 فور كلام جاور 2 كل واحد عنده سيكونس اوف جلوبين تشين مختلفة عن الاخر. الفيتاس مثل ما قلنا هو هيموجلوبين اس يتكون من الفا 2 جاما 2 والاداء 3 تابس اوف هيموجلوبين بريدومينت 1 هو الفا 2 سوري A تكون الفا 2 بيتا 2 عندنا F الفا 2 جاما 2 والA 2 الفا 2 دلتا 2. هذا كل شيء ريفيو اللي قلناه تايبس اوف هيموجلوبين. ليش الكلام طلاب لا ليش الكلام؟ نعم؟ بطئ الصفحة؟ زين هسه تايبس اوف هيموجلوبين هذا كل ريفيو ريفيجن اللي حكيناه. Depending on the amino acid composition of globin chain, there are different forms of hemoglobin. And the embryonic hemoglobin قلنا موجود بالإمبريونيك لايف. أسميه إمبريونيك هيموجلوبين واللي هو أيضا يتقسم إلى عدة أنواع. جاور 1، جاور 2، فور بلان depending on the amino acid composition. هاي واضحة؟ واضحة. فيتال هيموجلوبين هيموجلوبين S اللي هو بريدومينت هيموجلوبين بالفيتال لايف يمكن يوصل إلى نسب جدا عالية توصل إلى 95 ما 90%. راح يسالوني يعني البارحه مثلا قسم من زملائي يسالوني بالادلت لايف عندنا 3 تايبس اوف هيموجلوبين، هيموجلوبين A و F A2. زين بالفيتال لايف موجود ال A وال A2؟ يس ذي ار بريزنت بس ان فاريبل بروبورشن. نسب مختلفة وقليلة أيضا لأنه البريدومينت هيموجلوبين هو الفيتال هيموجلوبين، هيموجلوبين F. واضحة؟ إذا بالفيتال لايف عندي فيتال هيموجلوبين والهيموجلوبين اف از ذا بريدومينت بس الاي والاي تو موجوده لكن ان فاريبل بروبورشن نسب متفاوته وقليله في نفس الوقت. ماكو فيكس بيرسنتج الهم. الاف هو البريدومينت واضح لحد الان؟ الادلت هيموجلوبين حكينا عنه قلنا هيموجلوبين اي. طبعا احنا اول ما يجي الفيتاس يبقى الفيتال هيموجلوبين بريدومينت الى حد 4 الى 6 مانس راح يصير عندي سويتش one of the amino acid sequence فراح يتحول الاف يصير الى منو؟ الى الاي من الادلت لايف ويبقى الاف ريسبتر قلنا كلش قليله ما تتجاوز ال 1%. واضحه؟ فلما يجيني فيتاس يجيني نيو بورن مثلا وانا مثلا عندهم شاكين انه ممكن عنده فد ثلاسيميا او هيموجلوبين نباتي ويطلبون من عندي اسوي له هيموجلوبين الكتروفريس
هسا
عن الكلينيك هذا احكي بصوره عامه. فقصدي انه هو حتى تظهر وتصير سيفير السمتوم لازم البيبي ماخذ ونجين افكتد من الفضل ونجين افكتد من المضر. طلع لي بيتها 30 ميجر. لذلك قلت التوارث شنو بيها؟ من دليل ريسيسيف. ريسيسيف يعني حتى تظهر الصفه لازم عندي 2 جينز افكتد. فهو تقصير حاصل ماخذ ون جين فروم ذا مضر ون جين من الفضل. زين اذا مثلا اخذ اونلي ون جين يعني هو مثلا المضر كانت افكتد والفضل ما عنده مشكله ما راح تطلع عندي صفات؟ راح تصير عندي بس راح تصير عندي ثلاسيميا ماينر. سيمتومليس البيشنت سيمتومليس تمام؟ ما عنده شو كنت اعتبر عنده الاعراض؟ انه عندي ستريسفل كونديشن انفكشن برجنسي تمام؟ اي ستريسفل كونديشن تظهر بس هو كومبليتلي نورمال. حتى مرات صار سيمتومز ما طالع عنده ما عنده سبلينوميجالي ما عنده فيتشر حتى مرات نورمال عندي بس من اكو ستريسفل كونديشن راح تطلع عندي السيمتوم واضح؟ مثل ما قلنا انفكشن او برجنسي. زين من السيفير قلنا الهوموزايغوس. الهوموزايغوس مثل ما قلنا ماخذ ون جين افكتد من المذر ون جين افكتد فروم ذا فاذر فصار عنده تو جين افكتد. نصيح له هومو هوموزايغوس يعني متشابه متماثل تو جين افكتد او كومبايند هيتروزايغوس يعني توارث قصرتين بس مختلفات مثلا بالدلتا جين وبالبيتا جين. نصيح له كومبايند هيتروزايغوس او ممكن عنده بوينت ميوتيشن وديليشن قصرتين مختلفات. اذا السيفير هو الهوموزايغوس والسيفير هو الكومباوند هيتروزايغوس. واضح؟ زين هسه احنا قسمنا اول شيء الثلاسيميا قلنا حسب الجين افكتد. قلنا ممكن الفا اذا عندي مشكله بالالفا جين ممكن بيتا اذا مشكله بالبيتا جين. بعد شو اقسمها؟ اقسمها كلينيكالي عندي ثلاسيميا ميجر وعندي انترميديت وعندي ماينر. الميجر هذول بعد ترانسفيوجن ديبندنت تو سيفير ساين اند سيمتوم سيفير ساين اند سيمتوم تمام. سيفير انيميا سبلينوميجالي ترانسفيوجن ديبندنت اول ذا لايف. زين اذا تقولوا لي لعدي ذا هو هيك شنو علاجه؟ ما له علاج. علاجه اسوي له بون مارو ترانسبلانتيشن. واضح؟ ما له علاج سيفير ساين اند سيمتوم. تجي عندي الانترميديت بين التريد وبين الميجر. يعني البيشنت ممكن احيانا يحتاج ترانسفيوجن ممكن ما يحتاج سبلينوميجالي بلس ماينس ممكن عنده ممكن ما عنده تمام. هذا اصيح له الانترميديت بين الميجر وبين التريت. التريت هو الحامل للصفه مثل ما قلنا هو سمتوم ليس ما عنده اعراض تظهر اعراضه بس من عنده ستريسفول كونديشن انفكشن احيانا خصوصا الكيمياء غالبا ما نشوفه بالبريجنسي وحتى مرات يصير الفيرست دايجنوسيس بالبريجنسي. هي هوم ذا لايف ما عندها شيء بس خلال البريجنسي تجي عندها الداكس اوف هيموليسيس تسوي لها سي بي سي تسوي لها فلت ندسها على الكتروفريسيس واذا بيها عندها ثلاسيميا تريت. واضح؟ نعم. هسا توني شرحتها. احنا قلنا السيفير سمتوم وين تطلع عندي؟ اذا هوموزايغوس يعني البيشنت بيدا ثلاسيميا مينجا ماخذ وان افكت جين من المضر وان افكت جين من الفضل صار هوموزايغوس متماثل. كومباوند هيتروزايغوس ذا سيم بيرسون هاد تو ديفرنت ميوتيشن يعني مثلا عنده بوينت ميوتيشن وديليشن بانذر جين. صح له كومباوند هيتروزايغوس مختلفه طفرات مختلفه مركبه يعني مع بعضها ظهرت. هذه اتس فورم اوف سيفير ديزيز. واضح؟ ممكن بالجين نفسه صاير ببوينت ميوتيشن وديليشن وممكن لا بتو ديفرنت جينز يعني بالبيتا والدلتا بالبيتا والالفا. زين؟ ديليشن حدث اكيد هذا يسوي لي الفا ثلاسيميا وهذا يسوي لي بيتا ثلاسيميا. كل واحد منهم له ديفرنت كلينيكال فيتشر ديفرنت تستوس سيفير تنقول اتس كومباوند هيتروزايغوس تستوس سيفير بيشنت ما بي داي. واضح؟ هاد شورت لايف سرفايفل. زين حتى الان هو موضوع الهيموغلوبينوباثي نوعا ما صحيح معقد وهو اي شيء بيجين صراحه اي شيء بيجين ديس اوردر شويه معقد لكن اللي اريده منكم هسه هو هذا. احنا مثل ما قلنا هسه نوعا ما احنا راح نحاول نركز على الامور المهمه ونحاول نبسط المحاضره قدر الامكان. ما ادري احسكم تهتوا تايهه هسه الامور ونوعا ما توضحت واضحه اكيد؟
الهيدروجين راح يسبب لي هيموليسيس. الهيموليسيس راح يسبب لي زياده بالبيلروبين اللي هو ان كونجيجيتد على سبب الجاندس كروموتاسيس. احنا عندنا بالادلت البريدومينانت هيموجلوبين هو الهيموجلوبين اي تمام، يتكون من الفا 2 بيتا 2. صار عندي طفره وراثيه، احنا قلنا البوينت ميوتيشن في البيتا ثلاثيميا هي الميجر او المين ميوتيشن اللي تسبب لي البيتا ثلاثيميا. صار عندي بوينت ميوتيشن، صار مشكله بالبيتا جلوبين تشين، من اللي غلط ذاك افكتد، صار بعد ماكو برودكشن، من اللي زاد عندي صار الالفا فري. طبعا الالفا هو انستيبل طبيعته، فوين راح يسوي بريسبيتيشن؟ راح اول شيء يسوي بريسبيتيشن بالهيدرويد بريكيرسر بالبون مورالي، حطوها الباقي المفروض بالالكتروبويسس تمام، الكتروبلاست برو الكتروبلاست مو تمام، بولي كروماتيك الكتروبلاست. راح وين يصير بريسبيتيت اونزين، يجي حاله صار شورتنج لايف سرفايفل، صار هيموليسيس، صح لهذا الافكتيف الكتروبويسس. هذه النتيجه ما فيها مشكله بالستركشر الارثرويد بريكيرسر، بس المشكله بالبريسبيتيت هذه اللي اجتها تمام، سوت لها انترفيرنس والديس فانكشن فصار شورتن سرفايفل. بعد هذا وين تروح الالفا؟ تطلع من البريكيرسر وهم تطلع من البلد تروح للراسيا للماتور ار بي سي، سويها تكسرها تمام؟ فصار عندي افكتيف الكتروبويسس وصار عندي هيموليسيس. فدي يقول امبالانس ان جلوبين تشين برودكشن ليد تو اكسس اوف الفا تشين، فري الفا تشين هايلي انستيبل، بريسبيتيت اغريسيف بريكيرسر انترفيرنج وذ ذير with RBC maturation. Those precursors will be destroyed in the bone marrow and see the intramedullary destruction. That's why the electrophoresis is described as infected. Also, these precipitated affect the red cell membrane protein and lipid, results in an extremely rigid red cell shortage. And then the mechanism of hemolysis with beta thalassemia, it is two. It is ineffective electrophoresis plus hemolysis. Ineffective electrophoresis. من اقول ان افكتيف الكتروبويسس نقطه راس سطر المشكله بالارثرويد بريكيرسر اللي مو بس اشوفها بالترب الثلاثيمي، اشوفها بالمايوزس بلاستيك سندروم ايضا، فقد عندي فجزيز معين او انتيتي، او حتى احيانا دمي قالوا بلاستيك انيميا اشوف ان افكتيف الكتروبويسس مي قالوا بلاستيك انيميا اللي ناتجه عن نقصان البي 12 والفوليك اسيد. ماكو دي ان اي، بي 12 والفوليك اسيد مسؤوله عن برودكشن اوف دي ان اي، ماكو دي ان اي. اذا حتى الارثرويد بريكيرسر راح يصير بيها شورتن سرفايفل، نصيح لها الافكتيف الكتروبويسس، واضح؟ ميكانيزم اوف هيموليسيس البيتا ثلاسيميا 2 كومبينيشن اوف انفكتيف الكتروبويسس بلس هيموليسيس اوف ماتور ار بي سي. ليش؟ لان الالفا تشين هي اللي راح تكون انستيبل وتترسب بالالكترويد بريكيرسر بالماتور ار بي سي وتنتفير بالدير فانكشن وتسبب لهم هيموليسيس ديستركشن. واضحه؟ زين انا بصورة عامة من عندي هيموليسيس شو راح يصير؟ يا شو نقول؟ يا ميديتر يا هرمون راح ينفرد حتى يعوض حتى يسوي الكومبنسيشن. عندي تكسر بالار بي سي. منين يطلع؟ من الكدني. زين هذا راح يطلع، زين اجى الانذار اجى الاشعار يابا ترى عندنا تكسر بالار بي سي، لازم احنا البول مورال يرجع يتحفز حتى يسوي لنا كومبنسيشن يطلع لنا ار بي سي. راح يطلع الارثروبوتين، الارثروبوتين يطلع اشعار بالبون ورا، يطلع ار بي سي زياده زياده زياده، هذا شو يصير له؟ شو راح يسوي لنا بهيك حاله؟ نعم؟ لنا اكسبانشن اوف ذا بون اكسبانشن. حتى احيانا هذول اذا شايفين انه ثلاثين صار عندهم سكيلتون ديفورمتي، الفيس مالتهم واضح، موزع عندنا صوره يختلف، انت مجرد ما تشوفه فيل articular جوندس والفيشل خلينا نقول فيشل اكسبريشن يعني او حتى البون اوف ذا سكيلتون كاركترستيك فيتشر. واضح؟ ليش هذا؟ لانه صار عندي اكسترا ميدلري هيموبويسز انفرد هواي الكترويد بريكيرسر فصار شنو اكسبانشن بالبون وراه فسببت لها سكيلتون ديفورمتيز. سبلين انلارج كونتريبيوت فارثر تو ذا انيميا. زين كلينيكال فيتشر هيموليتيك انيميا، ايش عندي بالكلينيكال فيتشر يعني؟ بيشنت ايش راح اشوف بيه؟
ميكانيكي تمام. بعد عندي اكيد بلا زين مثل ما قلنا expansion of the bone lead to thalassemic phase and facial deformities because those patients require regular transfusion. اذا هذه complication اقدر اعتبرها واقدر اعتبرها ضمن الكلينيكال فيتشر. قلنا ابو الترانسفيوجن ابو البيتا ثلاثيمي ميجر اتس ترانسفيوجن ديبندنت. مش راح يصير عنده ايرون هوايه راح يصير عنده فرخ يصير عنده هيموكروموتوسيس. هذا الايرون يتجمع لي بالليفر يتجمع لي بالسبلين يتجمع لي حتى بالاندوكراين جلاند تمام؟ على البنكرياس يسبب لي دايابتس ميلاتس. فشوف هذول خطيه البيشنت اهل بيتا ثلاثيمي ميجر ايش قد عندهم يعني ذي ار سفرينج حتى على الهارت غالبا ما يجون صار عندهم فوليوم اوفرلود صار عندهم هارت فيلر. واضحه؟ زين؟ فهو حتى اذا مات من خلينا نقول الانفلونس اوف ذا ديزيز او الكاركتر اوف ذا ديزيز يعني they will die or suffer from the complication of a blood transfusion. هل هيموكروموتوسيس هذا بتشي فظيع يعني سبب لهم قلت لكم دي ان على كل الاندوكراين جلاند يتجمع على الليفر على كل الاورجان واضح؟ حتى الهارت احيانا يصير عندهم خطيه هارت فيلر. نعم هذه الفيس صراحة هذه كاركترستيك to the patients with thalassemia major so characteristic. يعني ما بقول أكيد أنتم شايفين مثلا أحيانا مارين بالمستشفى أو طالع في التقرير أكيد it is a characteristic. شوفوا skeletal deformity is typical to the patients of thalassemia major. اكسترا ميدولار هيموبوليسيس قلنا لي من عندي هيموليسيس اي هيموليسيس اي فقدان بالار بي سي اي تكسر بالار بي سي وتبر بالكل ترى مو بس بالثلاسيميا اني تايب اوف هيموليتيك انيميا ان يور هيموليتيك انيميا اي تايب اوف هيموليسيس الارثروبوتين تحصيل حاصل راح ينفرز حتى يحصل يعوض الار بي سي اللي راحت اللي انفقدت اللي اذا تنكسر تمام. فهاي الزياده ايش راح يصير وين البول مرض؟ بول مرض هاي العضله تزداد يعني داخل البول مرض فهذا من كثر ما يصير حيصير في اكسبانشن اكسبانشن فور هارت because of the high or excessive erythropoietin produced راح يصير عندي اكسبانشن اوف ذا بول واضح؟ يصير عندي فيشل وسكيليتال ديفورميتي. هيموجلوبين قليل هاي واحد طبعا السبب تبني حدد هالتايب اوف ثلاسيميا اذا بيتا ثلاسيميا ميجر
طلاب ملاحظة، بالهيموغلوبين وباركي تحديدا الثلاسيميا، الار بي سي كاونت يختلف عن كل انواع الهيموجيك انيميا، الفوت بصعود، يعني مثل ما قلنا هو انفكتيف ارثروبويسز، الار بي سي الارثروبويسين بينفرز ينفرز بصورة انكنترول، تمام؟ فبيطلع عندي ار بي سي كل شيء هواي، فالار بي سي كاونت غالبا بالثلاسيميا نشوفها عالي تحديدا بالبيتا ثلاسيميا تريت، واضح؟ باقي الهيموجيك انيميا كل اللي راح ناخذها اميون كل انواع الجي 6 بي دي ديفيشنسي الار بي سي كاونت قليل لانه عندي تكسر الكومبنسيشن يصير بيه قليل بس بالثلاسيميا الار بي سي كاونت بتفيدني بعد شو اسمه الام سي بي او اندسيس اوف ار بي سي تكون بي اميون من اقول اندسيس شو اخذ بيها؟ مين سيل فوليوم حجم الخلايا راح يقل الام سي اتش مين سيل هيموجلوبين يعني صفة الهيموجلوبين بكل خلية لذلك رح اشوفها شاخدة اقول هايبوكرونيك مايكروسيتيك مايكروسيتيك صغيرة الار بي سي هايبوكرونيك صفة الهيموجلوبين فيها قليلة اشوفها بيض هذه one of the important things for the diagnosis of thalassemia patients من هو عندي عندي هايبوكرونيك مايكروسيتيك انيميا؟ ايون ايون وبعد عندكم differential diagnosis تحطوه مهم جدا Pressure diagnosis of hypochromic microcytic anemia. On the top of the list, it is iron deficiency anemia. Second, it is thalassemia. Third, anemia of chronic disease. Some cases, because other cases could be non-chronic trauma. But some cases of anemia of chronic disease. Yes, of anemia of chronic disease. Chronic disease, TB, malignancy, inflammatory condition, autoimmune patients, mostly those. هاف انيميا دي كرونيك ديزيز وبعدين رح تاخد الباثوجينيسيس مالتها بعد سيندروم بلاستيك انيميا بعد ليه كوزينيك فيري جود دول سو امبورتنت ثينج فور يو تو نو ات اتس امبورتنت اذا انا سويت سي بي سي للبيشنت دبل ثلاسيميا طبعا شفت الار بي سي كاونت شفت انيميا حسب السيفيريتي حددتها ثلاسيميا حسب قلنا ذا ميجر سو سيفير انيميا إذا انترميديت الهيموجلوبين يكون مودريت تمام؟ وإذا ترايت أكيد مايل وحتى أحيانا أشوف الهيموجلوبين بالترايت ممكن مواما كلش وايد تمام؟ شفت بعد إن الـ RBC إنديسس قليلة الـ MCD قليل والـ MCH قليل شو أشوف بعد؟ خلاص خلينا نقول من الـ CBC بالمناسبة بعد أكو شيء ثاني بالـ CBC فيني بالثلاسيميا اللي هو شيء اسمه RDW Red cell distribution 1 ليش اهتم بيه؟ هو اسمه Red cell distribution 1 هذا يحدد اختلاف اشكال واحجام الخلايا كل ما عندي اختلاف احنا نعالج توبركيلوسايتوسيس كل ما كان الاختلاف بالاشكال والاحجام عالي الـ RDW يصعد كل ما اكو اختلاف خلينا نقول هذاك الاختلاف الـ RDW نورمال ليش انا لازم اعرفه؟ لان عندي نقطة كلش مهمة اميز بيها بيتا ثلاسيميا تريت عن الايرون ديفشنسي انيميا دول عندي مشكله بالتفرقه وبالتمييز بيناتهم بالحياه العمليه صراحه يجيني نفس الفيلم نفس الفيلم مرات حتى نفس الار بي سي انديسز نفس الار بي دبليو يفيدني جدا يصعد بالايرون ديفشنسي انيميا از نورمال اور سلايتلي انكريز ان بيشنت وذ بيتا ثلاسيميا تريت واضح لحد الان عندي بيشنت عنده بيتا ثلاسيميا واردة اشخصه نزلت لـ CBC طبعا اول شيء كلينيكال انا مهم جدا الكلينيكال والفاميلي هيستوري جدا مهم ثانيا لابراتوري فايندنج لان دزنا CBC راح اشوف بيشنتس انيميك الار بي سي كاونت يفيدني خصوصا بيتا ثلاسيميا تريت الام سي بي والام سي اتش قليل ار دي دبليو احيانا يكون صاعد خصوصا بيتا ثلاسيميا تريت بعد شو ادزها راح ادزها بلاد فيلم لازم ادزها بلاد فيلم صوت جدا جدا مفيده الي شو اشوف فيها؟ الار بي سي اشكالها اولا اول شيء لا هاي مضمون كمان بس فكره راح اشوف شاحنه الار بي سي بس راح اشوف صوره بلاد سيل الموجوده اشوفها سمول سايز بل نورمال في من اقارن بالبلاد سيل سايز او الار بي سي اقارنهم باللمفوسايت طبيعيا حجمها يكون ثلث حجم اللمفوسايت هاي راح اشوفها تو سو سمول از هايبوكرونيك مايكروسيتيك ار بي سي هاي وين هاي دخلتي مثل سيمي بعدني بالكم وياي شفت هايبوكرونيك An isoborculocytosis. An isoborculocytosis. اختلاف the size and the shape of
ارمستي ليش كذا؟ راح تطلع عندي افكار، تطلع عندي تارجت سير اللي هسه راح اشرح عنها، تطلع عندي بعد احيانا تير دروب، سير تير دروب يعني مثل الدمعه، خلايا الدمعه تطلع عندي وين؟ بالثلاثيه. معلش اشوف، اشوف انه كليتد ار بي سي اللي هي الهيماتور، انا المفروض ما اشوفها بالار بي سي بالفيلم، اشوف بس الماتور. راح تطلع عندي من عندي هيموليسيس، فاكيد حتى الهيماتور سير ممكن اشوفها اللي هي كليتد ار بي سي. واضحه؟ ريتيكيلوسايت كونت تصعب بس مو بالسيفرتي بالنسبه للانيميا، يعني مو بالنسبه المتوقعه، ممكن اشوفها نورمال، اشوف حتى سلايتلي انكريز. حد الان واضح؟ غض النظر، دحكي سي بي سي، دحكي ورقه سي بي سي، عندي سي بي سي ورقه وارجانيز بيناتهم، بعدني مدى زيت اندسس، مدى زيت ايرون، ومدى زيت فيرتين، بعدني دحكي سي بي سي، تجي سي بي سي واحيانا حتى الفيلم متشابه، بس اللي يميزها قلنا التريد ار بي سي كاونت عالي، الريتك نورمال او سلايتلي انكريست، ار بي دبليو عالي، بالايرون ديفشنس انيميا تسالون بي، هاو كان يو ديفرنشيت؟ هاو كان يو ديفرنشيت بين البيشنس والايرون ديفشنس انيميا؟ لا فايندينغ ان بيشنت وذ بيتا ثلاسيميا تريد، تسالون بي. تمام؟ Reticulocyte count. It is immature RBC. Normal. The sequence of erythroid precursor. Hyaline to قبل circulation 1 إلى 2 يوم وراها تتحول to extrude its nucleus. Normally. زين ثاني normal percent. كل normal يعني normally and you. من هريد أسوي reticulocyte count normally. كتابكم الاستنشاق هسه المعتمد معتبرها من 0.2 الى 2.2 يمكن، الكتب هسه الحديثه هيماتولوجي بوست جراجويت تعتبرها من نص الى 2.5% نورمال، اذا اعلى من هذا ريتيكولوسايتوسيس هذا يعطيني هنت انه هيمونيتيك انيميا او هيموريج، تصعد بالهيموريج، بيشنت عنده بليدنج تندنسي ابو هيموفيليا، نزف 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 اكيد الجول ورا راح يحاول يطلع اريثرويد، راح تطلع عندي الريتيكولوسايت نسبتها عالية، واضحة؟ زين. زين، هسه احنا حكينا تقريبا بصورة عامة، هذا بلد فيل بيشنت وبيتا ثلاسيميا ليجر. هذه التارجت. خلايا الهدف، شايفين هذه من اللعبة ما اعرف يخلون هيك مثل الهدف ويحاولون يرمون او هيك شيء؟ هيك شبهها؟ يعني جاية الار بي سي وهذه جاية مدخل بالنص منطقة الهيموغلوبين، وهذه تارجت، هذه تارجت، هذه تارجت، هذه تارجت، هذه تارجت، واضح؟ هذا شنو؟ هذه ريتيكولوسايت ما تطلع عندي بالبلد فيلم، ريتيكولوسايت اي هاف سبيشال ستيت فور ايماتور ار بي سي حتى اشوفها، فهذه نوكليتد ار بي سي، هاي مو نوكليوس، هاي نورمال يشوفها مو نورمال يشوفها، تطلع عندي بحالات معينه، تطلع عندي بالهيمونيتيك انيميا اللي من ضمنها التبسيمه، فطالع عندي نوكليتد ار بي سي، ديجا فور ساعة 12 تقريبا نوكليتد ار بي سي، واضح؟ اللي قلنا هايبوكروميك هاي
ان بركة الحضور كلش قليل، وبناء على طلب بعض الطلاب مالهم كل يوم غالبية حاضرين حتى اغلب المجاميع، لانهم مترابط بمحاضرة اليوم. يعني انا اقول لك كثر فريسس اعطيكم اياه وبعدين اقول لك اشرح لكم النظري. هسه انت على اقل تقدير انا نيتوا بالموضوع، عرفت شنو الهرمونات الهيموجلوبين، عرفت النسب، فمن اشرح لكم المختبر مال كثر فريسس نوعا ما راح تجاوبون. تعرفوا لو بعدكم لو شنو؟ بعدكم؟ تعرفوا يعني شو اسوي؟ الهيموغلوبين اف نسبته 3 اكسيدين 1
However, hemoglobin H is unstable on precipitate and red blood cells.
specific preparation نسويها بالمختبر اللي هي ريتيك ستين ريتيكولايت ستين
قطرة دم خلينا نقول يعني أحجام متساوية قد أبغى 50 مايكروليتر وقد 50 مايكروليتر وثقة الرتب إلى ثاني ستيج إنها سحنة سوبرا بايتا أو نيو مثلين بلو نسوي لها انكوبيشن ربع ساعة أو ثلاث ساعات بعد الانكوبيشن آخر قطرة أنزها على الفلن هذا الشيء من هذا الرتب هي مطلوب من إيش؟ أسوي لها انكوبيشن أكثر نص ساعة مرات حتى ساعتين مرات ده ديجنوستيك ريلاي هاي دكتور عن 30 فريز ده احكي عن
Lo mismo.